تشيلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزير وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقائنا معاكم وقناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. طبعا النهارده يا جماعة منورني ومشرفني المعلم محمد خضر أبو حسن، أكبر تاجر أرانب يا جماعة في شبين الدقهلية. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ صبح على محمد خضر يا جماعة، تاجر أرانب كبير وتاجر طيور، ماشي. النهارده يا جماعه جه شرفنا النهارده في المحل، وجه واخد قفص ارانب ما شاء الله حركه 20 حته همت او 16 حته. تمام يا شباب، بفضل الله تاجر ارانب، ارانب ما شاء الله حاجه محترمه جدا يا جدعان. شغلنا ان شاء الله ارانب سلالات، حاجه محترمه جدا، نظافه، مفيش كهرباء، مفيش اي حاجه بفضل الله. وطبعا احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج ارانب يا جماعه سلالات بفضل الله متوفره. شغل يا جماعه اهوت ما شاء الله حاجة محترمة جدا، شغل حدث عن نفسه من داخل المحل والمعرض بتاعنا، والعلف بتاعنا يا جماعة بفضل الله متوفر اهوت، واحنا تحت امر الجميع علف ابو نرمين، ماركة مسجلة في عالم الارانب وعلف الارانب بفضل الله يا جماعة. احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج علف ارانب، علف فراخ، محتاج ارانب يا جماعة. طبعا احنا نقضنا لمحمد خد الدكورة، ونقضنا هنا يا جماعة من الشغل النتيان اللي تنفع تتربى سلالة، شلناها يا شباب اهيت ما شاء الله اهوت. النتيان يا جماعه اللي تنفع تبقى سلالة شلناها، ماشي. واحنا تحت امر الجميع هنا برضو، هنا سيبنا ثلاث ذكوره، اللي دول يا جماعه كان فينا ست ذكوره. تمام، سيبنا يا جماعه ثلاث ذكوره همت، ماشي. وطبعا دي انتهي، وده ذكر شنشله، ماشي، وده ذكر بلجيكي. واحنا تحت امر جاي برضو يا جماعه، اي حد محتاج يعرف سلالات برضو متوفر السلالات اهيت. دي كوره بابيون، بكرين بابيون جاهزين على الشغل، مقربين خلاص يعني شهر 20 يا جماعه واشتغلوا بفضل الله. دي انتهى برضو بابيون، تمام، يعني 20 يوم كده ولا حاجه يا جماعه، او اقل من شهر بتلقح. دي انتهى برضو بفضل الله شبابيات. طبعا الشغل زي ما انتم شايفين يا جماعه، الشغل هو اللي بيتكلم عن نفسه، مش انا اللي بيتكلم، حاجه محترمه جدا. أرنب واقفة انتباع على العلف، ماشي. تمام يا شباب، حاجة محترمة جدا، خير. أرنب يا جماعة كلها بفضل الله، عندنا والدة اهيت، عندنا إنتاج، أمهات منتجة بفضل الله يا شباب، مش بتضيع في الفاضي وخلاص، لا، كلها منتجة. أمهات كلها بفضل الله يا جماعة منتجة. وإحنا تحت أمر الجميع يا جماعة بفضل الله أهوت، تحت الأم أهوت. أمهات كلها خير، كلها منتجة بفضل الله يا شباب. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي ارانب بفضل الله يا جماعه متوفر اللي انتوا عايزينه. عايز تاخد صغار وتربي سلالات، احنا تحت امرك، هدفنا ان انت تكسب وتنجح. تمام، انتوا يا شباب ما شاء الله شايفين ارنب ان شاء الله، شغل في اخر من الاخر، اميات ان شاء الله خير اهوت، ماشي ان شاء الله خير. واحنا تحت امر جماعه، طبعا شرفني اكبر تاجر ارانب في الدقهليه، معلم محمد خضر ابو حسن. العربيه يا جماعه واقفه، تمام، صباح الفل عج محمد، الفل يابا. معلم محمد خضر يا جماعه اكبر تاجر ارانب في الدقهليه. الاسعار النهارده ماشيه جامد يا حاج محمد، استلم النهارده ب 97 يا جماعه، هو بيستلم، هو بيجي يضحك عليا كل مره، بس انا ما بقدرش اتكلم، هو النهارده بيستلم مني ب 97 جنيه، تمام؟ هو كل مرة بيضحك. أخبار البط النهارده إيه؟ بط 110 السوداني؟ بيستلم السوداني ب 110 شغال يا جماعة، بط وحمام وفراخ وأرانب وكل الطيور. محمد خضر أبو حسن تيرات ونيم، خط شربين الدقهلية، أكبر تاجر يا جماعة، تمام؟ ده موزع لأكبر محلات في دمياط وبورسعيد إن شاء الله. وأدي يا جماعة الشغل أهو بفضل الله. قفص أرانب أهو محمل ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، قفص مليان، وربنا يبارك للجميع. واحنا تحت أمر الجميع، متوفر عندنا برضو كل حاجة، مستلزمات الأرانب
بطاريات مستعمله، ولادات، علافات، خطوط ميه، كل حاجه ما متوفره. تمام. سلكات حمام مستعمله برضو، حدث سلكات حمام. في هنا برضو السقايات والعلافات بتاعت الدواجن، العلافه يا جماعه دي المخزن. تمام. العلافه يا جماعه بتاعنا متوفر في المخزن، ماشي. متوفر عندنا برضو فراخ بيضه، اهي يا شباب فراخ بيضه متوفره ان شاء الله ربنا يبارك اهوت. متوفر في بطاريات استعمال، حوامل، كل حاجه متوفره ان شاء الله. خطوط الميه الجديده يا جماعه، 3 نبل ولا 4 نبل، ولادات مستعمله. تمام. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج حاجه العلف متوفر. سعر الشكاره يا شباب 360 جنيه، سعر الشكاره احنا بنضحي، سعر الشكاره 360 جنيه. والعلف يتكلم عن نفسه، العلف بيتكلم عن نفسه. هتلاقي فرق جامد بينه وبين الاعلاف السوقيه، علف بنعمله على ايدينا، حاجه محترمه جدا هتعجبك جدا جدا يا جدعان. واحنا تحت امر الجميع، وطبعا انتظرونا ما تروحوش بعيد، معلم محمد خضر اكبر تاجر ارنب. شوف شوف يا جماعه واخد واخد ارنب اهو، ارنب عامل ازاي؟ الارنب ده على الميزان معدي ال 2 كيلو، 2 كيلو و100 و 2 كيلو 200 جرام، 2 كيلو 200 جرام يا جماعه. حاجات ما شاء الله، واخد حاجات الله يبارك له، حاجات محترمه جدا، اوزان ان شاء الله حاجه كويسه جدا. الارنب ده يا شباب ان شاء الله حاجات محترمه جدا يا جدعان. الحته دي حته اي بلس 2 كيلو 300، ان شاء الله ربنا يبارك. 2 و300 ذكر ذكر اي بلس، بس الصلاه على النبي، ظهره جسم حلاوه مفيش بعد كده. تمسك الظهر كده ما شاء الله، العلف يفرق يا جدعان، العلف يا جدعان فرق يا جدعان. العلف ان شاء الله، العلف ما شاء الله بيخلي الارنب ظهر حلاوه صحه. الارنب مفيش غرب، مفيش اي حاجه بفضل الله في الارنب. شايفين ما شاء الله ارنب، حاجات ما شاء الله ربنا يبارك، حاجات محترمه جدا يا جدعان. الصلاه على النبي. شايفين يا جدعان حاجات ارنب اهو، ذكر برضه 2 كيلو و450، 2 كيلو و450، 2 كيلو و450 بفضل الله. واحنا تحت امر الجميع، اي حد يا محتاج ارانب فضل الله تحت امر. طبعا دي كانت حلقه النهارده، اشكركم. طبعا تربيه المنرمي ان شاء الله. شوفوا يا جماعه بتتكلم عن نفسه يا جدعان، ماشي. رقم تليفونك يا محمد، مش لو حد يحتاج منك حاجه. 10 ماشي، 50 تمام، 55 30 74 010 50 55 30 44 74 74 ده رقم محمد يا جماعه، تاجر ارانب ماسك خط شربين والدقهليه وبيطلع دمياط. لو اي حد عنده اي حاجه عايز يبيعها، ارانب، لحم، بط، سوداني، حمام، اي طيور عندك، فراخ، فراخ بيضة، بتاخد فراخ بيضة برضه صح؟ وبياخد رومي، بياخد يا جماعة كل أنواع الطيور، عندك سمان، عندك أي حاجة عايز تبيعها، محمد خضر أبو حسن من الشربين الدقهلية، تاجر طيور، بيشيل كل حاجة، كل حاجة على عينك يا تاجر، كل حاجة هنا على عينك يا تاجر أهو. يعني بمعنى أصح الميزان قدام منكم، والسعر قدام منكم، والراجل قدام منكم، رقم التليفون موجود، وإحنا تحت أمر الجميع. وأي شايفين يا جماعة، والله الذكر بلقح في الربا لسه صغير، شوف بلقح في الارانب، بلقح في الارانب، يعني ارنب لسه وزنه 2 كيلو و200 جرام. شايفين عنده خصوبه ما شاء الله عليه، عنده خصوبه عليه، ان شاء الله حلويات، حلويات ان شاء الله ربنا يبارك. كل حاجه هنا على عينك يا تاجر، بالصلاه على النبي، الشغل بيتكلم عن نفسه. طبعا دي كانت حلقه النهارده، بنشكر الابطال اللي كملوا الفيديو الاخر. ما تنسوش بقى ادعمونا باللايك، ادعمونا بالشير، شارك الفيديو مع اصحابك، عشان رقم التليفون بتاع محمد اللي ظهر في الفيديو يوصل لاي حد عنده ارانب وعايز يبيعها ومش عارف يصرفها ومش عارف يبيعها.
قلنا رقم التاجر يا جماعه في الفيديو، قلنا رقم التاجر في الفيديو، بحيث ان انت مثلا عندك شغل ما انتش عارف تبيعه بتتصل على محمد بيبعت لك واحد لو هو بعيد عنك مثلا بيشوف لك تاجر قريب منك تابعه يجي ياخد منك الشغل. محمد قريب منك ممكن يجي لك ياخد منك الكميه اللي انت عايزه اللي عندك اللي انت عايز تبيعها. واحنا تحت امر الجميع. اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.